في صبيحة يوم من الأيام وذهب سيدنا كميل بن زياد وهو أحد تلاميذ إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، كان تلميذا نجيبا ومواظبا وملتزما وعلى بصيرة، لأن التلميذ إذا أحسن التلقي من أستاذه صار أستاذا وربما يتفوق، لأن الأمر كله بيد الله. فجلس كعادته يتلقى ويغترف من علوم إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. والإمام علي له خصائص لم تكن متوفرة في جيل الصحابة بأجمعهم، في خصوصيات كده ربنا بينفحها. انت ممكن يكون بيتك فيه 10 أولاد فيهم واحد كده سمت طيب، أعصابه هادية، متفوق في دراسته، محبوب مع الناس، يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ايوه احنا زمان كنا نجيب النخلة نشقوها نصين نعملوها مثلا 4 فلاق او فلقين كبار، جماعة ياخذوا فلق منهم يعملوه كرمة للعنب والتنين كانوا يزكفوا به دورة مي. شتان ما بين الثرى والثريا، لكن دي أقدار وأسرار ونفحات وعطايا وتقدير العلي القدير. فجلس كمي يتلقى من أستاذه فقال إمامنا ولديه النهر المتدفق وعنده خصوصيته الرائعة التي تفرد بها عن بقية الصحب أجمعين، لأنه بطارية الإمام علي إذا جاز اللفظ والوصف مشحونة من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه الإمام علي لم يسجد لصنم، ولد أيام الجاهلية، يعني شاف الأباء والأجداد والقوم. أمال إحنا هنقول ليه كرم الله وجهه؟ قالوا لأنه لم يسجد لصنم قط، وأنه لم يرى عورته ولا عورة أحد قط. إحنا ربنا بيقولنا يا غضوا أبصاركم عن الآخرين، لكن الإمام تفوق، يا لم يرى عورته ولم يرى عورة غيره. حتى لما قتل عمرو بن ود الفارس الشجاع ديه مد ديده يتلفت الدرع بتاعته لقي الرجل لما وقع تكشفت عورته فتركه غور بدرعك، فلما سار رافعا يده ليهنئ النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب هرول إليه وقال يا علي خذ درعة خذ درعة إنها درع نادرة ما في زيها في العرب. قال يا أخي أردت أن أخذها بعد قتله فوجدت عورته مكشوفة فاستحيت أن أنظر إلى درعه. إيه عم بدي يبقى دي نفحات بقى ما تقوليش فيها، لا 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 ده إيه حالات خاصة كده، حالات جاية من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واخدة بصمة كده واخدة دفعة واخدة نفحة واخدة جواز مرور وكده، سبحان الله. ولذلك شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب نغي، يقول لا علي فزت بثلاثة أمور لم ينالها أحد قبلك ولن ينالها أحد بعدك، زوجناك الزهراء بأمر من الله، هبط علي الأمين جبريل وقال لي يا محمد زوج خيرة النساء بخير الرجال، زوج الزهراء لعلي بن أبي طالب. دي الأولى يا رسول الله، أنت بتقول 3،
قال ولك صهر هو النبي محمد. نسيبك وأبو مراتك النبي محمد حد قال هدي. ورزقك الله بالصبطين الزكيين الحسن والحسين. هي عمده ايه العظم التلاتة دول ما فيش حد يعني. وسيدنا عثمان الله يرضى عليه خد اثنين، خد رقية وماتت، وخد أم كلثوم وماتت، ورقية خلفت بنت وماتت. ما سيدنا عثمان ليس له من أبناء رسول الله أو بنات رسول الله يعني ذرية تعيش. هو خد اثنين زنورين، خد نورين قمرين، والدهما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهما خديجة الصديقة الكبرى رضي الله عنه. فالإمام علي تفرد بأمور لم ينالها أحد غيره. الصحابة كانت لديهم قدرات خاصة وعلى درجات من العلم الظاهر والباطن والروحاني والعقيدة والشريعة والحقيقة، لكن سبحان الله لم يطلق لفظ الإمام إلا للإمام علي. هو أبو بكر ما يعرفش حاجة؟ لا يا راجل، لا، ده رجل يعني على درجة الصديقية. هو عمر ما يعرفش حاجة؟ لا، ده الفاروق، لا الفاروق. هو عثمان؟ لا، ده كان أكبر دبلوماسي. المقداد، عمرو بن العاص داهية العرب، خالد بن الوليد سيف الله المسلول، أبو هريرة ذاكرة عصر المبعث، عبد الرحمن بن عوف المليونير المنفق السباق للخير، سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ، يعني مجموعة الصحابة من المهاجرين والأنصار كلهم فضائل، كلهم على قدر كبير من العلم، لكن ما فيش حد خد لقب الإمام إلا علي بن أبي طالب. يبقى في خصوصية بقى، في خصوصية، لأنه كان رجل عجيب، يعني كانت لديه قدرة على البديهة، يعني ممكن يسأل سؤال يرد على طول. لو إحنا عندنا علم وكنا يعني متمكنين وعلى درجة من العلم، عايزين آلة حاسبة، عايزين استعانة بصديق، عايزين مش عارف الدعامات دي، لكن هو لا، على طول قشاش، بولمن، مجري، شبح، قول زي ما انت عايز. شخطب على المنبر، والمرة راحت وقفة على الباب، قلت له يا إمام مات زوجي وترك أما وأبا وتركني زوجة وعندي بنين وبنات، نصيبي أنا كديه يا ولد الناس؟ قال لها صار ثمن الزوجة تسعة. ده مسألة موريس، ده عشان بس يدلخت يحكموا فيها في نظام أيلولة ويعملوا عايزة أنا حاسب، ويقسم على 24 ويطلع مش عارفيه، والأم ليه كديه والأبو ليه كديه، وللذكر مثل حظ الأنثيين والزوجة. اللي قاله هو ده في التو اللحظة؟ لا لا، ده فيها سر من الأسرار، لأنه مؤيد. أصل حضرة النبي دعي له ودعاء النبي مستجاب، لأنه سيدنا النبي حب عين قاضي في اليمن، تعال يا علي احنا هنبعتك اليمن لتقضي عندهم بما أراد لك الله. سيدنا علي لسه 18-19 سنة، قال يا رسول الله تقول ده؟ طب أنا حمل القضاء، أنا نقدر نحكم؟ أنا مين عشان تبعتني اليمن وبتاعهم؟ قال لي قرب علي، اقرب. الموضوع جاد، احنا نخيروك ياك، ده تكليف، اقربني، اقترب. حمقرب، فسيدنا النبي حط ايده على صدره، قال اللهم اشرح صدره وثبت قلبه، اللهم اشرح صدره وثبت قلبه. يقول بعد هذا الدعاء ما عرض علي استشكال بين اثنين أو مشكلة بين طرفين إلا وحكمت بينهما بعدل الله، كل هذا ببركة دعاء رسول الله
صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نفحة بقى، الموضوع أسرار، حاجات كانت فوق الخيال. ولو أن الناس تتبعوا قضايا علي الإمام رضي الله عنه وكرم الله وجهه، ونظروا إلى فتاويه وأقضيته وعدالته وعلومه، لقالوا هذا شيء من الخيال.